نيجي لبطولة أفريقيا، منتخب كسب اللقب للمرة التانية على التوالي، ويمكن ده إنجاز ما حصلش غير أول لقبين المنتخب خدهم. ناس كتير كانت ابتدت تتكلم قبل البطولة، بطولة ضعيفة، المنتخبات مش على مستوانا. هل هي فعلا بطولة ضعيفة ولا منتخب مصر اللي في مستوى أعلى من أفريقيا حاليا؟ بس اولا انا مش شايف ان هي بطوله ضعيفه جدا، بالعكس بطوله افريقيا دي كانت يعني من دي واللي قبلها بدا يبقى في منتخبات قويه. يعني كان الاول انا لعبت تقريبا 7 أو 6 بطولة افريقيا، لا هي الموضوع مش كده. من اول النسخه اللي فاتت فعلا بقى في منتخبات قويه، دخلت منتخبات جديده على الساحه، منتخب انجولا بقى عندها محترفين في اوروبا، منتخب كونغو بقى عندها 3 كانوا بيلعبوا في منتخب فرنسا، المنتخبات دي ما كانتش موجوده قبل كده. منتخب كاب فيردي زي ما شفنا وصل الفاينل، تقريبا كلهم بيلعبوا في البرتغال، كل الفرقه محترفه في البرتغال. من ساعه ما بقى في مقاعد اكثر لافريقيا في كاس عالم، يعني كان الاول في 3 بقى 5 بالظبط، من اول كاس عالم 2021 بقى 5، فاصبح فرق افريقيا كتير بدات تهتم لان هم نفسهم يروحوا كاس عالم. في ناس مثلا ما عندهاش فرصه تلعب في منتخب فرنسا فاختاروا يلعبوا منتخب الكونغو، في ناس ما عندهاش فرصه تلعب في منتخب البرتغال قرروا ان يلعبوا في كاب فيردي، فاصبح مش مصر وتونس او الجزائر بس، لا بقى عندك مصر وتونس والجزائر وكاب فيردي والكونغو والجابون. فلا انا شايف ان هي نسخ اقوى، بس ممكن منتخب تونس دلوقتي مش في افضل حالاته، بس يعني يظل ديربي شمال افريقيا مصر وتونس مهما حصل ديربي قوي. فلا انا شايف ان هي اقوى، احنا ممكن عشان احنا محققين انجازات عالميه، فالناس دلوقتي بقى بالنسبه لها بطوله افريقيا دي الطبيعي تكسبها، وده مش حقيقي زي ما شفنا ماتش مصر وتونس لغايه اخر يعني اخر دقيقتين في الملعب، فعلا ماتش صعب جدا مهما حصلت. بقول لك ماتشات مصر مختلفه تماما، انا لعبت ماتشات كتير جدا، لا ماتشات زي اهلي وزمالك كده في الكوره مستحيل تتوقع مين يكسب على حسب حاله الفرقه وحاله اللعيبه وحاله حراسه المرمى. فلا انا شايف بالعكس البطوله بقت اقوى، بس انت الناس بقت بتبص لنا بنظره مختلفه. يعني احنا مثلا البحر المتوسط واخدين ميداليه فضيه، انا ده احزنني بس بعد كده ما فكرت فيها لقيت الناس عندها حق. يعني في الاول ما رجعنا من المطار في ناس معانا من الطياره واخدين برونزيه وفضيه وناس كلها ورود واحتفالات، احنا فرقتنا فعلا زي ما بنمشي مستخبين في المطار حاسين ان احنا خسرنا. لا ما هو يعني احنا خدنا فضيه، بس اعتبر يعني انا في يعني انا بعتبر ده انجاز برضه، لعبها متوسط بطوله قويه. فلا احنا حسسنا نفسنا وحسسنا الناس ان المركز الاول وغير المركز الاول يعتبر ده هزيمه. يعني يا رب دايما نبقى عند حسن ظن الناس يعني. إن شاء الله. طب هنتكلم على البحر المتوسط، منتخب أسبانيا كسب برونزية طوكيو فرق هدفين يمكن في آخر دقيقة كده، مش هو نفس المنتخب اللي كان بيلعب بس في عناصر مش شبه عناصر عناصر كده، 5 6 مثلا، بس في نفس الوقت الناس بقى كانت حاسة إن خلاص يعني متوقع إن الفريق الأول كسبنا بالعافية يبقى ده هناخد ذهبية. هل كان منتخب مصدق نفسه أكتر ولا ظروف ماتش ولا سيستم بص مختلف؟ لا كذا حاجة. أولا إن احنا في شهر 7، البطولة كان في شهر 6 و7، المفروض ده يعني دي أجازتنا. القوام الأساسية بتاع المنتخب بدأنا في مايو 2020 تقريبا، أو شهر 6 في 2020 بالظبط، قعدنا 5 6 شهور عشان كنا قاعدين 4 شهور في الكورونا، 5 6 شهور نتمرن جامد جدا عشان عندنا كأس عالم في مصر 2021، بعدين الصيف اللي بعده أولمبياد طوكيو، بعدين ده تالت صيف. فالقوام الأساسي بتاع المنتخب فعلا مريحش وكنا محتاجين نرتاح، وبطولة أفريقيا متأجلة من شهر 1، فده وقت بداية موسم أو نهاية موسم أنا لغاية دلوقتي مش فاهمه. فاللعيب مش لازم توصل للتوب فورم، يعني احنا في نهاية موسم أو بداية موسم، فأنت مش طبيعي تبقى التوب فورم بتاعتك، فطبيعي إن مستوى المنتخب يبقى أقل شوية عن اللي قبل كده. منتخب أسبانيا على فكرة جايب كان فيه 5 6 من اللي خدوا فضية في بطولة في أوروبا أوروبا بالظبط اللي قبلها، فمنتخب محترم جدا بلس ظروف ماتش، احنا كنا كاسبين فرق 5، يعني اتطردنا 2 في 2 أثرت علينا، فرق رجع ضيعنا واحد بينالتي في الآخر، ضيعنا انفرادين من الوينج من الآخر، ضيعنا انفراد من على 6 من الآخر، لو كان كل الكلام ده جه كنا مش هنتكلم في أي حاجة. فهي بتبقى زي ظروف ماتش بلس اللي بقول لك عليه برضو، إن هو احنا في شهر 6 أو 7 اللعيبة ما بتبقاش واصلة للتوب فورم بتاعها.